بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل ما بدأناه من الحديث عن أحكام الصيام في صورة السؤال والجواب. وكنا في اللقاء السابق نتحدث عن فضل صوم رمضان، وبقي لنا حديثان فيما ذكر الشيخ من الأحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. صححه الألباني. هذا الحديث يبين الفضل العظيم لشهر رمضان، ومنذ الليلة الأولى خير منهمر وفضل عظيم منذ الليلة الأولى. والليلة الأولى من شهر رمضان كما نعلم تأتي قبل اليوم الأول، لأن الليل يبدأ قبل النهار. فمثلا نحن في ليلة الجمعة، قد انتهى يوم الخميس بغروب الشمس وبدأت ليلة الجمعة، وبالتالي يأتي بعدها يوم الجمعة. فكذلك يكون الأمر في رمضان، وذلك لأن البعض ربما غفل عن ذلك، فتجده ضيع قيام الليلة الأولى، الليلة الأولى من رمضان، ضيع البعض صلاة القيام بها وصلاة التراويح بها، لأنه لم ينتبه أو لم يحسن الاستعداد أو غير ذلك. فلذلك ننتبه إخواني إلى أن رمضان يبدأ، إذا كان مثلا شعبان 30 يوما، فغربت شمس اليوم 30، فيدخل رمضان من هذه اللحظة، فصرت الآن في هذا الزمن الفاضل المبارك شهر رمضان، فلتبدأ العمل والاجتهاد والقربات ونحو ذلك من هذه اللحظة، ولا تسوف ولا تؤجل ولا تؤخر، خاصة أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذه الليلة محل لهذا الحديث، فربما يعتق الإنسان في هذه الليلة من النار. وكذا ورد في بعض الأحاديث، وذكره الألباني أيضا في صحيح الجامع، أن أول ليلة من شهر رمضان نزلت فيها صحف إبراهيم عليه السلام، وذكر نزول الكتب الأخرى، وكل ذلك أيضا كان في رمضان. فحري بنا أن نعتني بهذا الشهر بكل دقائقه وثوانيه. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، يعني سلسلت، ومردت الجن. وفي أحاديث أخرى أن المراد بالتصفيد المردة فقط. من العلماء من قال يقع التصفيد على كل الشياطين، ومنهم من قال يقع للمردة فقط، ويفسر بذلك وجود بعض الشرور في رمضان مع السلسلة للشياطين. وبعض العلماء يقول لا مانع من وجود الشر مع كونهم مسلسلين، ولكن يقل ذلك عن إذا لم يكونوا مسلسلين. ومن العلماء من يذهب إلى أن النفوس الأمارة بالسوء هي تكون مصدر ذلك الشر وذلك السوء في رمضان مع سلسلة الشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم. صفدت الشياطين ومردت الجن. فانتبهوا إخواني، رمضان يتعدى أثره حتى يظهر حتى على الشياطين ومردت الجن، يسلسلهم الرب سبحانه وتعالى ويصفدهم ويقيدهم، ولذلك حتى يقل شرهم عن المسلمين في هذا الشهر، وحتى يكون ذلك أعون للطائعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى المعاصي تقل في شهر رمضان، ونلحظ ذلك جيدا، وهذه بركة من بركات هذا الشهر الفضيل.
وأيسر ما يكون الإنسان، أيسر ما تكون عليه الطاعة والتوبة والإنابة، وأن يغير من حاله وأن يتوب إلى الله ويستقيم، ولعلها تكون التوبة النصوح. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فلما الوقوف إذن مع الشهوات على أبواب النار؟ البعض ربما يظل متعلقا بالشهوات المحرمات حتى في هذا الشهر الفضيل، فينظر إلى ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله من الغيبة والنميمة وغير ذلك. كيف أخي والأبواب، أبواب النار قد غلقت، كأنك يقال لك اجتهد لتدخل الجنة، فأبواب النار غلقت، والشيطان الذي يدعو الناس لدخول النار قد صفد وسلسل، فما العذر لك إن لم تكن مجتهدا في طاعة الله سبحانه؟ هذا الشيطان الذي تشتكي منه طيلة العام وطيلة العمر قد صفد وسلسل، فما المانع أن تجتهد أنت في طاعة الله حتى ولو كانت هذه النفس التي بين جنبيك، فأن تنتصر عليها؟ والعدو الأول مسلسل مصفد أيسر من أن تقاوم الاثنين في وقت واحد، فانتبه. وفتحت أبواب الجنة دعوة لدخول الجنة وتيسير الطاعة في هذا الشهر الفضيل، وأن من مات في هذا الشهر على طاعة مخلصا فيها لله عز وجل فهو من أهل الجنة، وهذه إشارة إلى قرب الجنة من الصائمين والطائعين في هذا الشهر الفضيل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أو من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. فالصوم من أعظم الأعمال الصالحة، وإذا أخلص العبد فيه لله عز وجل وختمت حياته به بأن مات وهو صائم أو مات بعد الإفطار فهو من أهل الجنة إن شاء الله. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لأن هذا الزمن ليس محلا للشر وليس محلا للمعاصي والسيئات، وإنما هو محل للطاعات والقربات، يعان العباد فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. حري بمن كانت له معصية وكان له ذنب أن يحسن الاستعداد من الآن بأن يعجل التوبة إلى الله سبحانه، حتى وإن وقع منه الذنب في شعبان فالأمر مختلف أن يقع هذا الذنب في رمضان. فإذا درب نفسه على ترك الذنوب والمعاصي في شعبان كان ذلك أعوان له على الاستقامة في رمضان ومراعاة حرمة هذا الشهر الفضيل. ثم تأملوا في الهدية الأخيرة في الحديث: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة من ليالي رمضان فرصة للعتق من النار، وأن يكتب الله عز وجل للعبد النجاة منها. وما أحرانا إخواني أن نتفكر في هذا المعنى في ليالي رمضان، خاصة في الأسحار، وتتقلب وجوهنا إلى السماء سائلين الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار، لأن الأمر أمر جنة أو نار، الأمر ليس باليسير، ودخول النار الشر كله والعياذ بالله تعالى. فهل الذين يسهرون على شرب الحرام هؤلاء استحضروا هذا المعنى، وأن في الليل لله في الليل عتقاء من النار؟ هل الذين يسهرون يتفرجون على الشاشات التي تعرض ما حرم الله، هل هؤلاء يستحضرون أن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة؟ هل الذي يسهر على الغيبة والنميمة والقيل والقال واللغو ويضيع الأوقات، هل هذا يستشعر أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان؟ الأجدر بنا والأحرى أن نكون مجتهدين في القيام، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في الذكر، حتى النوم إذا كان من الإنسان فليتقوى به على طاعة الله، فهو مأجور عليه إن شاء الله. والحديث الذي بعده يؤكد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هنا تجد الزيادة في كل يوم وليلة، فالعتق ليس في الليل فقط، بل نهار رمضان كذلك محل للعتق من النار. لذلك لا تخلي دعوة من دعواتك من سؤال الله العتق،
قل وردد: اللهم أعتقني من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار، اللهم اجعلني من عتقائك من النار، وادعو لوالديك ولأهلك ولولدك وللمسلمين والمسلمات. لكل عبد منهم دعوة مستجابة، فثلاثون يوما في رمضان محل للدعوات المستجابات. ولذلك نحتاج من الآن إخواني أن نجهز الأدعية القرآنية والنبوية حتى تنطلق بها ألسنتنا في رمضان، بدلا من أن يعنى الإنسان بحفظ دعاء الشيخ فلان والشيخ علان. فأفضل الأدعية على الإطلاق الأدعية القرآنية والأدعية النبوية، ولا مانع من أن يتخير الإنسان من أدعية العلماء والدعاء مما لا يتعارض معناه مع الكتاب والسنة بعد ذلك. لكن احرص على أن تقدم أدعية القرآن وأدعية السنة. اصطحب دوما كتابا للأدعية ككتاب مختصر النصيحة دكتور محمد إسماعيل حفظه الله، أو كتاب حصن المسلم، أو كتاب الدعاء من الكتاب والسنة دكتور سعيد بن وهف القحطاني، أو غير ذلك من الكتب التي تشتمل على الأدعية المأثورة، واجتهد في تكرارها من الآن في الأسحار وفي الساعة الأخيرة يوم الجمعة وفي سائر أوقاتك وفي سجودك، حتى تكون سهلة عليك في رمضان، وحتى تعتاد الدعاء والإكثار منه في رمضان. السؤال السادس: ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ نقول ابتداء: كل طاعة شرعها الله عز وجل فلحكم يعلمها سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم الحكيم في شرعه، لا يشرع للعباد إلا ما فيه الحكم العظيمة، لكن بعضها قد يخفى على العباد. ونحن مطلوب منا أن نعبد الله عز وجل، ظهرت لنا الحكم أو لم تظهر، ولكن إن كانت وذكرها بعض أهل العلم بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة وكان ذلك في دائرتهما فلا مانع من ذلك من باب الاجتهاد في بيان هذه الحكم. فالصوم من الحكم مشروعيته تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، كما نعلم في الحديث: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، وبالتالي يقل شره، فتزكو النفس وتطهر وتتخلص من الكثير من الأخلاق المرذولة. ولذلك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سبه أحد أو شاتمه أو إن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. هذا تدريب على مقابلة السيئة بالحسنة، ابتداء أن يحفظ الإنسان نفسه من المعاصي والمخالفات، وإن آذاه أحد واعتدى عليه أحد فلا يرد الإساءة بالإساءة، وإنما يرد الإساءة بالإحسان. فإذا تدرب الإنسان طيلة هذه الثلاثين يوما على هذا المعنى، بلا شك هذا سيؤثر في حسن خلقه بعد رمضان، مع العلم أن إني صائم هذه لا تنقضي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبانقضاء شهر رمضان أعني أن يرد الإنسان الإساءة بالإحسان، هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وثانيا: في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها، لأن الإنسان حينما يترك الطعام والشراب ويعينه الله عز وجل على ذلك، فإنه بذلك يرى أن أعظم وأن أولى وأوجب ما ينفق فيه العمر هو طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا بما فيها من الشهوات إنما تنقضي وتمر باليسير من هذه الشهوات. فإذا جاء مثلا وقت الإفطار فتجده يطعم اليسير من الطعام وتنقضي به الحاجة وانتهى الأمر، فبدل أن كان يأكل أكثر من 3 مرات في اليوم والليلة يعوده الصيام على عدم التعلق بالدنيا التعلق المذموم الذي يدفع صاحبه أحيانا لأكل الحرام أو فعل الحرام حتى يحصل الشهوات التي تعلق قلبه بها. كذلك الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم،
بعض الأغنياء ربما لا يصوم في السنة أبدا، لا الاثنين ولا الخميس ولا غير ذلك، فربما ينسيه الغنى إخوانه الفقراء، فيأتي رمضان المفروض المكتوب على الجميع أغنياء وفقراء، فإذا شعر الغني بقرص الفقر وشدته وألمه، وأن هذا ربما يتحمله بمشقة خلال 30 يوما، يتفكر فيما أو في من يعيش كذلك طيلة عمره وليس 30 يوما فقط، ربما لا يجد ما يأكل وما يشرب، وإنما يوسع الله عز وجل عليه في هذا الشهر فقط مثلا، وربما في بعض الأيام الأخرى ينام بغير طعام ونحو ذلك. فالغني يعينه الصوم ويرقق الصوم قلبه ويذكره الصوم بإخوانه الفقراء فيعطف عليهم. رابعا، فيه تعويد النفس على طاعة الله جل وعلا بترك المحبوب تقربا لله، فالصائم ترك الطعام والشراب وهو يحبهما، وترك الزوجة الحلال كذلك، وذلك لأن الله أمره بذلك. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، مع كونها مباحات ومع كونها أمور محبوبة إلى نفسه وقلبه، لكنه تركها لله سبحانه تقربا، كما في الحديث يذر شهوته وطعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبهذا المعنى يتدرب الإنسان بعد ذلك على ترك الحرام الذي هو حرام في الأصل، فحرام عليه في نهار رمضان أن يأكل ويشرب ويأتي أهله، مع كونها أشياء مباح وهي حلال له في الليل، فأولى به أن يتفكر فيما يشربه من الحرام، الدخان والمعسل والمخدرات والبرشام، وهذا كله مما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت قد استطعت أن تمتنع عن الطعام والشراب الذي هو قوام الحياة به، فأنت تستطيع بإذن الله تعالى أن تمتنع عن الحرام الذي هو مجرد عادة اعتادها الإنسان، فسهل جدا أن يستعين بالله أن يتركها في هذا الشهر، خاصة وقد تركها طيلة ساعات النهار. والصيام يعين الإنسان على تجديد العزيمة، وكذلك من الفوائد الطبية أن الخلايا التالفة في جسم الإنسان تتجدد في هذا الشهر، شهر الصيام، ففرصة أن يعود الإنسان نفسه في هذا الشهر على ترك هذه العادات المحرمة. السؤال السابع، ما شروط وجوب الصيام؟ ما شروط وجوب صيام رمضان؟ يقول: يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية. الشرط الأول الإسلام، الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإن أسلم لم يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. من العلماء من يقول: الكفار مطالبون بالشريعة أو بفروع الشريعة، يعني يجب عليهم أن يصلوا وأن يصوموا وأن يخرجوا زكاة أموالهم وأن يحجوا ويعتمروا، ولكن لا يقبل ذلك كله منهم إلا بالإسلام، فهي واجبة عليهم وسيحاسبون عليها في الآخرة ويعاقبون على تركها، لأن الله قال عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فهم يعاقبون على كونهم تركوا الصلاة. فاستدل من استدل من أهل العلم بذلك على كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم إلا بعد الإسلام، وهم يحاسبون عليها يوم القيامة. ومنهم من ذهب إلى أنها غير واجبة عليهم ولا ليسوا مطالبين بها، بل يكون العقاب على الكفر يوم القيامة. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام إلا على من بلغ، لما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: رفع القلم عن 3، القلم يعني قلم المؤاخذة أو الإثم، قلم المؤاخذة أو الإثم، يعني لا يكتب على هؤلاء 3 شيء من الإثم، يكتب لهم من الحسنات نعم ما يفعلونه،
لكن إن فعلوا شيئا من السيئات لم يكتب عليهم. رفع القلم عن ثلاثة أنواع أو أصناف: عن النائم حتى يستيقظ، إنسان نائم مثلا وسب وشتم أو تلفظ بطلاق امرأته فلا يؤاخذ بذلك لأنه نائم، إرادته مسلوبة والعقل مناط التكليف كما نعلم، وهذا قد زال عقله زوالا جزئيا بهذا النوم فلا سلطان له على هذه الجوارح. الثاني: عن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ، يعني يصير بالغا محتلما. فالصبي الصغير دون سن البلوغ والاحتلام تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه شيء من السيئات، والولي يدربه على الطاعة كالصلاة والصيام وغير ذلك، ويأمره بما فيه صلاحه وينهاه عن المحرمات، فلا يجعل في يده مثلا إن كان ذكرا خاتم الذهب أو السلسلة ونحو ذلك بحجة كونه ليس مكلفا أو غير مكلف، لأنك أنت مكلف وأنت تحاسب على ذلك، تحاسب كذلك على تقصيرك في أمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، تحاسب على ذلك، وإن كان هو لا يحاسب إن لم يفعل، لكنك أمرت بذلك، مروا أولادكم بالصلاة 7، وهكذا. قال: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، صححه الألباني. وبالتالي هؤلاء الثلاثة، أو المجنون والصبي، لا يجب عليهما الصيام، لا يجب عليهما الصيام. يقول: وإذا أطاق الصبي والصبية المميزان الصوم، إذا أطاق الصوم فعلى الولي أن يأمرهما به 7، ويضربهما على تركه 10 قياسا على الصلاة، ليعتاده ويألفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الصبي الصغير الذي بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة. وماذا عن الصوم؟ من العلماء من يقول يؤمر به 10 سنين، ومنهم من يقيسه على الصلاة وهو الراجح ويقول يؤمر به وهو ابن 7 سنين، ولكن بشرط الإطاقة، الإطاقة أن يكون مطيقا له، لأن بعض الصبيان يكون ضعيف البنية لا يحتمله، فلو كان الصبي كذلك ضعيفا لا يحتمل الصوم فيؤخر حتى يكون مستطيعا له. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، دليل على أن ولي الأمر أو الولي لا يأمر الطفل بالصلاة قبل 7، خلافا لما يفعله بعض الآباء ويقول نحن نأمره كي يتعود. الشرع أحن عليه منك، الشرع أحن عليه منك وأحرص عليه منك، فلا يحل لك وليس لك أن تأمره بالصلاة إلا إذا بلغ 7 سنين. أما قبل ذلك السن، قبل هذه السن، فلك أن تدربه على ذلك بالقدوة، وذلك بأن تصلي النوافل أمامه، صلاة النافلة أمامه مثلا، تصحبه معك إلى المسجد وأنت تشتري شيئا ونحو ذلك، ويجلس ويرى المصلين، وتحببه في المسجد بأن تشتري له من الألعاب والحلوى ما يجعله يتعلق بالمسجد مثلا، فهذا لا مانع منه. أما أن تأمره والبعض ربما يضربه وهو ابن 6 سنين مثلا، هذا ليس من الشرع، هذا مخالف للشرع، وربما أدى إلى كره الصبي للصلاة. ومنذ هذه السن 7 سنين ل10 سنين أمامك 3 سنوات، عندك 3 سنين، عندك 3 سنين تحاول أن تحبب الولد في الصلاة، تربيه على حب الصلاة خلال هذه المدة، حتى لا تحتاج إلى ضربه إذا بلغ 10 سنين، حتى لا تحتاج إلى ضربه. يعني بعض الآباء مثلا يترك، بعض الآباء يترك تعليم الأولاد الصلاة وتربية الأولاد على حب الصلاة في هذه المدة حتى يصلوا
إلى 10 سنين ويضطر ويحتاج إلى ضربهم، وربما أدى الضرب وهو مخالف أو بصورة من الصور المخالفة للشريعة إلى نفور الأولاد من الصلاة وكره الصلاة وغير ذلك. فلذلك استغل هذه المدة من 7 سنين لعشر سنين في تربية الأولاد على حب الصلاة بالآية والحديث والمواقف والقصص السلفية الموافقة للسنة، فهذا يجعلهم يتعلقون بها ويحبونها. يقول والصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك. ده تعريف الصبي المميز. بعض العلماء أيضا يحدده بالسن 7 سنين 8 سنين، وهنا الشيخ يذكر أن هذا التعريف يفرق لنا الصبي المميز عن غيره، يعني الولد الذي يفهم، يعني إذا أمرته بشيء ائتمر وإذا كلفته بشيء فعله ويفهم مقاصد الكلام ونحو ذلك، فهذا يصير مميزا فيؤمر بالصوم، يؤمر بالصوم. يبقى نقول الشرط الثاني البلوغ، يبقى الصيام لا يجب إلا على البالغ، لكن الصبي الصغير يؤمر بالصيام حتى يعتاده بشرط أن يكون مطيقا له. ونضيف مسألة مهمة جدا هنا، وهي تعويد الأولاد على الصيام بشراء اللعب ونحو ذلك، كما في حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يصومون الصبيان، وإذا بكى الصبي يجعلون له اللعبة من العهن، الصوف يعني، كانوا يأمرون الأولاد بالصيام، فإذا بكى الولد على الطعام شغلوه بهذه الألعاب، وليس أنه ابتداء يعطى الألعاب ولا يتلهب بها، وإنما يؤمر بالصيام ويصوم، فإذا بكى يعطى هذه الألعاب. وواقعنا أننا فعلا نشتري الألعاب ولكن بغير توجيه تربوي، يعني في كثير من الأحيان لا تستغل هذه الألعاب استغلالا تربويا، كأن تحضر له شيئا من الألعاب إذا أتم حفظ صورة أو جزء أو إذا صام يوما مثلا، وتحضرها كذلك له إن لم يفعل شيئا من ذلك لتعلمه أنك تحبه، وليس أنك تشتري له الألعاب فقط حينما ينجز شيئا من الأشياء الطيبة الحسنة، يعني هذا وذاك. لكن نحتاج إلى توظيف الألعاب توظيفا تربويا. هناك مقال بعنوان لعبة رمضان موجود على الموقع، يعني ليت الإخوة يقرؤونه، يتكلم عن هذا المعنى، ونتأمل كيف كان أبناء الصحابة وكيف ربوا وكيف صاروا ممن يحمل هم هذا الدين، وأن الأمر للصبي بالصيام هو مقتضى الشفقة والرحمة به، وليس كما يظن بعض الآباء والأمهات حينما يخشون على أولادهم من الصيام فيأمرونهم بالفطر. الولد يريد أن يصوم وهو مطيق لذلك، فأبوه أو أمه تقول له لا افطر، لا تصوم، أنت ما تكبر ما تبلغ. فإذا وصل إلى البلوغ لا يريد الصيام، وربما تعاني الأم والأب منه وهو لا يريد الصيام، هم ظنوا أن الرحمة والشفقة في أمره بالفطر وهو صغير، في حين أن الأمر أن أمره بعبادة الله هذا هو مقتضى الرحمة والشفقة والحرص عليه طالما كان مطيقا لهذه العبادة. ثم لو صام الصبي جزءا من اليوم فهذا أيضا يكافأ عليه، يعني تقريبا كما كنا نفعل ونحن صغار. كنت بتصوم لحد إمتى؟ مش لحد الظهر ولا العصر وانت صغير؟ طيب ماشي. إذا صام الصغير شيئا من النهار فإنه يشجع على ذلك ويحفز بالجوائز ونحو ذلك، لو يسموه صيام الإيه؟ مش كده؟ صيام الحجة، كل ما يجوع يتغدى، فلا مانع. يعني عنده 5 سنين وقال لك يا أبي سأصوم، قل له أنت صغير من باب الإيه، يعني العناد، يعني دفعه للطاعة بمنعه منه، فيظل يعني
كما نقول يتحايل عليك ويحاول معك مرة بعد مرة فتسمح له. فإذا حصلت له مشقة مثلا ووجدته لا يحتمل فلا مانع من أن تأذن له بالطعام والشراب، أو إن أكل أو شرب مثلا ناسيا فتتركه مثلا ولا تذكره لأنه ليس بواجب عليه، مثلا وجدته يحتاج إلى ذلك الطعام والشراب، وسنة بعد سنة إن شاء الله تجده يحب الصوم مع ما تذكر له من الآيات والأحاديث التي تبين فضل الصوم وقدر هذه العبادة العظيمة. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصيام على المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم عن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. والعقل مناط التكليف كما ذكرنا، فإذا جن الإنسان واستمر معه الجنون طيلة الشهر فليس عليه شيء. يقول: وإذا أفاق المجنون لم يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه. يعني إنسان جن مثلا قبل رمضان وأفاق في منتصف رمضان، فلا يؤمر مثلا بإعادة ما مر عليه ولم يصمه، لأن هذا الصوم لم يكن واجبا عليه أصلا لأنه كان مجنونا يعني فاقد العقل. يقول: لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف لنقص فلم يجب قضاؤه، كما لو كان في حال الصغر زي الطفل الصغير لا يؤمر مثلا بقضاء السنين التي مرت عليه وهو صغير ولم يصمها. الشرط الرابع الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. من كان مريضا لا يطيق الصيام، يعني ليس كل مرض يجيز للإنسان الفطر، بل المرض الذي يتأخر معه الشفاء إن صام المريض أو يزداد به المرض إن صام، يحصل منه ضرر على الإنسان، وليس مجرد مثلا وجع في الضرس مثلا أو في الأسنان أو بعض الصداع في الرأس يقول أنا مريض ولا لي عذر ولي رخصة مثلا في أن أفطر، لا ليس كذلك. من كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه. يعني لو كان إنسان مريض ويقول أنا أصوم وأحتمل ومشقة يسيرة محتملة لا مانع أن يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني ماذا فعدة من أيام أخر؟ يعني إذا أفطر. من كان مريضا أو على سفر وأفطر، لأنه لو كان مريضا على سفر وصام ليس عليه شيء ولا عدة من أيام أخر، لكن لو أفطر فعدة من أيام أخر، يعني يقضي ما فاته في أيام أخر. طيب إن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. إن عجز عن القضاء وصار المرض مزمنا ملازما له ينتقل إلى الإطعام وليس عليه شيء، ينتقل إلى الإطعام يعني يطعم ما كان كل يوم أفطره مسكينا. فإن كان فقيرا ليس عليه شيء، لا صيام ولا إطعام. وهذا من يسر الإسلام ورحمة هذا الدين. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما لو صام المسافر، إنسان مسافر وصام، وكثير من الناس كذلك يعني لا يستسيغ أن يفطر في رمضان، يقول لك أنا أفطر في رمضان استحالة مهما يكون، وربما يشق عليه السفر ويظلل عليه ونحو ذلك، ومع ذلك لا يفطر. والسفر إن أدى إلى مشقة وضرر على الإنسان بسبب الصيام فربما وصل إلى الإثم بسبب ذلك، لأن الشرع رخص لك في الفطر فلما تشق على نفسك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه وسأل ما هذا، قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر،
ليس من البر، مع كونه صرح لبعض الصحابة بالصيام في السفر، فهذا يدل على أن البعض لو تمكن وكان الصوم عليه يسيرا لمنع أن يصوم، أما لو كان هناك مشقة من وراء الصيام فعليه أن يفطر، وقد يجب عليه أن يفطر خاصة إن كانت هناك مشقة وضرر، وإن كان معرضا عن الأخذ بالرخصة، وسيأتي تفصيل ذلك ومقدار السفر الذي يبيح للإنسان ويجيز للإنسان الفطر. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر، هذا سيأتي كما قلنا بالتفصيل. السادس، الشرط السادس، الخلو من الحيض والنفاس، هذا بالنسبة للمرأة. الشروط السابقة من 1-5 يستوي فيها الرجل والمرأة، الشرط السادس هذا خاص بالمرأة المسلم. أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم بل يحرم عليهما. الحائض والنفساء، الحيض هو الدم، العادة الشهرية الذي يخرج من المرأة السليمة، يعني عادة حوالي 6 أيام أو 7 أيام كل شهر، فتترك الصلاة وتترك الصوم، فإذا طهرت قضت الصوم وليس عليها شيء فيما يتعلق بالصلاة، لا تقضي الصلاة، وهذا تيسير عليها. والنفاس هو دم، الدم الذي يكون عقب الولادة، الدم الذي يكون عقب الولادة. فالمرأة إذا حاضت أو نفست، يعني امرأة أتاها دم الحيض في رمضان ولو قبل المغرب بدقائق، أو نفست يعني وضعت مثلا الحمل فأتاها دم النفاس، لا يحل لهما الصوم. تأمل في قول لا يحل، يعني لو صامت ارتكبت محرما، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان. يفطران رمضان يعني في رمضان، لأن الحيض لا يستغرق كل رمضان، ولكن النفاس قد يستغرق، قد يصل النفاس إلى 40 يوما. فلو نفست المرأة واستمر مع النفاس 40 يوما مثلا، استغرق رمضان كله، فإنها تفطر رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، وتقضي بعد ذلك، فإذا صامت لم يجزئها الصوم بل يحرم عليها. ولكن قد تكون هناك حالة أن المرأة مثلا أفطرت في رمضان بسبب النفاس، وبعد أن ولدت ووضعت ترضع طفلها، والرضاع يحتاج لغذاء مثلا، ويستمر الرضاع 2 تقريبا، فتفطر أيضا في 2 آخرين أو أخريين، فمتى تصوم إذن؟ يبقى كده الشهر اللي وضعت فيه أفطرته، وشهرين كمان في الرضاع، أدي 3 سنين، متى تقضي؟ فبعض العلماء يقول إذا اتصل حمل ورضاع وتتابعت الشهور على المرأة، فإنها تنتقل إلى الإطعام بدل القضاء، يعني تطعم عن كل يوم أو عن كل شهر أفطرته عدة من المساكين، كل يوم مسكين، يعني الشهر 30 مسكين، شهرين يبقى 60، 3 شهور 90، ويجزئها ذلك وليس عليها قضاء. لأننا لو قلنا أنها تنتظر حتى ينقطع عنها الحيض مثلا أو الولادة ونحو ذلك، 50 مثلا سنة، 60 سنة، يبقى ستصل إلى هذا السن عليها 10 رمضانات مثلا وغير ذلك، متى تصوم؟ وهي في الغالب في هذا السن لا تحتمل هذا الجهد في هذه السن. ما الدليل على أن الحائض والنفساء تفطر أو تفطران؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. النساء ناقصات عقل، لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ونقصان الدين لكونها حال الحيض لا تصوم ولا تصلي، وإذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يقول: ويجب عليهما القضاء لما روى مسلم عن معاذ قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلما سمعت عائشة هذا السؤال كأنها تذكرت حال الخوارج الذين يوجبون على المرأة الحائض
الصوم أو قضاء الصلاة بعد أن تطهر الخوارج. فلما سمعت عائشة ذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من حروراء، وحروراء هذه بلدة بقرب العراق خرج منها وكان مخرج الخوارج منها، فصاروا ينسبون إليها، يقال الحرورية، يعني أول ما نشأ الخوارج. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل في قولها فنؤمر، فينبغي أن يكون هذا هو حالنا، نحن عبيد نؤمر بكذا وننهى عن كذا وعلينا التنفيذ، أمرنا بصيام نمتثل، أمرنا بكذا نمتثل، نهينا عن كذا نمتثل، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. ومع هذا الأمر ما كان البحث عن الحكمة مثلا، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر، خلاص انتهى، يعني ما قالت عليكم السلام، ما قالت فسألت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة وعن الحكمة، وإنما كان الأمر وكان التنفيذ وانتهى الأمر، نسمع ونطيع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله أو في آخره. وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار استحب لها إمساك بقيته ولا يلزمها. متى وجد الحيض من المرأة في جزء من النهار ولو قبل المغرب مثلا بدقائق فسد صوم ذلك اليوم، يعني المرأة حاضت قبل المغرب بدقائق خلاص يومها هذا فسد. طيب لماذا وهي قد صامت أغلب اليوم وفعلت نقول هذا شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، الله يعلم ماذا سيكون في هذا اليوم، لكن عليها قضاء ذلك اليوم، هي ما قصرت وفعلت ما أمرت به. وكذلك إذا حاضت أمرها الشرع أن تفطر، ولكن لا يلزم أن تأكل. بعض النساء مثلا أتاها الحيض قبل المغرب 5 دقائق، هل يلزمها أن تضع الطعام وتأكل وتشرب؟ لا، لا يلزمها، هي أفطرت بالإيه؟ بالنية، أنها عزمت على أنها مفطرة، أرادت أن تأكل لا مانع، أرادت أن تظل حتى تأكل مع الأسرة مثلا طعام الإفطار لا مانع، لكن لا تتعبد بكونها ممسكة، لأن صومها قد فسد بخروج دم الحيض منها، سواء وجد في أوله أو في آخره. وإذا طهرت الحائض في أثناء النهار، امرأة انقطع عنها الدم واغتسلت مثلا ظهرا أو عصرا في أثناء رمضان، ماذا تفعل في هذا اليوم؟ هذا اليوم أيضا ستقضي، لأنها أفطرته بسبب الحيض وبسبب العذر، لكن يستحب لها أن تمسك بقيته، يعني إذا طهرت أثناء النهار يستحب لها أن تمسك عن الطعام والشراب، يستحب ليس يجب، ولا يلزمها كما ذكر. طيب أختم بمسألة ليست مكتوبة عندكم وهي تتعلق بهذه الشروط، كيف نعرف البلوغ في الأولاد؟ أو السؤال: ما علامات البلوغ؟ ما علامات البلوغ؟ لأنه ذكر من شروط وجوب الصيام البلوغ، فما علامات البلوغ؟ نكتب كده. العلامة الأولى إنزال المني أو نزول المني أو خروج المني من الصبي أو الصبية، الفتاة أو الولد الذكر، وهذا ما يسمى بالاحتلام، ويخطئ بعض الناس فيه ويقول الاستحلام، استحلمت، لا، الاحتلام. فخروج المني من الولد أو من الذكر أو من الأنثى يقظة أو مناما، هذه علامة على حصول البلوغ. 2، إنبات الشعر، إنبات الشعر، يعني شعر العانة، شعر الإبط ونحو ذلك، هذا أيضا علامة من علامات البلوغ، إنبات الشعر. 3، طيب عندنا ولد لم ينزل منه مني ولم ينبت له شعر، هنعرف أنه بلغ إزاي؟ مش هيفضل بقى مستنين وصل 16-27 سنة ما خرجش مني، مستنين مش هيصوم بقى لحد ما مثلا، يبقى عشان كده العلماء قالوا بلوغ 15 سنة،
بلوغ 15 سنة، يعني لو وصل الولد 15 سنة لم ينزل منه مني ولم ينبت له شعر، خلاص وصل 15 بقى مكلف بقى بالغ. ودليل ذلك في قتل اليهود، كان ينظر في من أنبت، فإن كان أنبت يقتل، وإن لم يكن قد أنبت الشعر فيترك، فهو صغير، طفل صغير. وبعض العلماء يستدل على السن برد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حينما أرادوا المشاركة معه في الجهاد، فلما وصلوا لهذا السن أذن لهم أو نحو ذلك، بلوغ 15 سنة. نقول وتزيد الأنثى بالحيض والحمل، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل، يعني بنت مثلا حاضت عندها 10 سنين تبقى كده بلغت، 9 سنين تبقى كده بلغت، وده موجود في بعض البلاد الحارة، البنت صغيرة 10 سنين 9 سنين وتحيض، فهذه بهذه العلامة قد بلغت. وكذلك الحمل، أو حملت فهي كذلك مكلفة بالغة. يعني نكتفي على هذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.